أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. اسمه ارتبط بالرقي والاحتراف والثقافة الفنية، فشكل مزيجا فريدا وموهبة استثنائية طبعت في الأذهان وأسرت قلوب الملايين. أوصلته موهبته المثيرة للاهتمام إلى شهرة عربية وعالمية، وحجز له مكانا هاما في عالم الدراما السورية والعربية، ويعد واحدا من أشهر وأهم الفنانين في الوطن العربي في وقتنا الحالي، فضلا عن كونه من الفنانين الذين لهم تاريخ فني في وقت قصير رغم صغر سنه. إنه الفنان السوري باسل خياط. ولد الفنان باسل خياط في يوم 29 من أغسطس عام 77 في مدينة دمشق بسوريا، ويبلغ من العمر 42 عام، وهو ممثل سوري الأصل. شاهد الفنان باسل خياط وهو طفل. وحصل الفنان باسل خياط على الشهادة العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وشارك الفنان باسل خياط في لجنة تحكيم لأحد برامج المسابقات الفنية في التمثيل أرب كاستنج. وتربى الفنان باسل خياط في سنوات عمره الأولى في حي شعبي بمنطقة بغداد في دمشق. شاهد الفنان باسل خياط مع والدته وزوجته. شاهد الفنان باسل خياط مع والده. شاهد الفنان باسل خياط مع والده وعمته وزوجته. وجمعت الفنان باسل خياط علاقة حب مع الفنانة التونسية هند صبري، لكنها لم تكلل بالزواج، وصرح أن غيرته عليها أدت إلى انفصالهما، وتزوج بعد ذلك من ناهي الزيدان التي تحولت من معجبة إلى حبيبة ومن ثم زوجة له، ورزق الزوجان بشمس وإيزابيل. شاهد الفنان باسل خياط وزوجته. وقال الفنان باسل خياط عن زوجته إنها امرأة ذكية وعفوية استطاعت أن تدخل قلبه، وعن دوره كأب قال في مقابلة تلفزيونية إنه يتمنى أن يكون أبا صالح، واعترف أنه أناني في حياته ولديه حساسية مفرطة. شاهد الفنان باسل خياط وابنه شمس. شاهد الفنان باسل خياط وزوجته وشقيقه. وانتشرت صورة جديدة للفنان السوري باسل خياط ظهر فيها برفق زوجته ناهي الزيدان وشقيقه محمد خياط وخطيبته، وأثارت الصورة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بين الفنان باسل وشقيقه محمد الذي يبدو وكأنه توأما له. شاهدوا الفنان باسل خياط وزوجته وشقيقه وخطيبته. باسل خياط وشقيقه. باسل خياط وشقيقه وابنه.
واعترف النجم السوري باسل خياط بإصابته بحمى البحر المتوسط، وهو مرض مزمن ومصنف جينيا، يقتصر علاجه على الأدوية المسكنة، ولا جدوى فيه للعمليات الجراحية أو الحقن. وعوارضه كثيرة تتمثل بنوبات متقطعة من الألم وارتفاع في درجة حرارة الجسم. وأيضا من أعراضه الصداع القوي المترافق مع التشنجات المعوية، مما يجبره على تناول دواء خاص. وكلما عاودته أعراض هذا المرض الذي قال إن من السهل التعايش معه، ولكن مع ضرورة الابتعاد عن الضغط الجسدي والنفسي. وبدأ الفنان باسل خياط شغفه الفني منذ الصغر، حيث إنه كان يهوي التمثيل منذ طفولته. وشارك في العديد من العروض المسرحية في مسرح الأطفال. لم يكن الفنان باسل خياط متفوقا في دراسته نظرا لميوله الفنية، والتي كانت تشغله عن الدراسة بعد أن أنهى المراحل الأساسية من التعليم. تقدم إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ولكنه تم رفضه في المرة الأولى، وتقدم للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية مرة ثانية وتم قبوله. وأثناء دراسته تعرف على الكثير من الأصدقاء الذين أصبحوا من أهم فنانين الوسط العربي، مثل قصي خولي وسلافة معمار ونادين تحسين بيك. وأنهى الفنان باسل خياط دراسته في المعهد بالحصول على الشهادة، ثم بدأ مشواره الفني بالتمثيل المسرحي. ومسيرة الفنان باسل خياط غنية بالأعمال التلفزيونية والمسرحية، لكنه لم يكتفي بذلك ودخل إلى عالم السينما والأفلام. بدأ الفنان باسل خياط مشواره التلفزيوني منذ أواخر التسعينات، وتحديدا في عام 98، ومن أبرز مسلسلات أواخر التسعينات الطير وخزيران ودنيا. وبرز الفنان باسل خياط بأدواره الفنية في العقد الأول من الألفينات، وخاصة في الدراما السورية، مثل مسلسل عصر الجنون ورجال الحسم وأهل الغرام. وظهر الفنان باسل خياط في العديد من الأعمال العربية المشتركة، ومن أبرز مسلسلات العقد الثاني من الألفينات عشق النساء وقصة حب وأوركيديا. وفي السنوات الأخيرة برز الفنان باسل خياط في العديد من الأدوار في الدراما المصرية، وأثبت نفسه فيها بجدارة. وبجانب أعمال الدراما التلفزيونية، برز الفنان باسل خياط في العديد من الأفلام السينمائية التي ظهرت فيها موهبته بشكل كبير. شاهدوا الفنان باسل خياط والفنان عابد فهد. وشارك الفنان باسل خياط في العديد من المهرجانات الفنية في العديد من الدول العربية والعالمية خلال مشواره الفني. شاهدوا الفنان باسل خياط وزوجته وابنه.